الأزمة المالية مرة أخرى هي القضية التي تشغل بال صناع القرار في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. هذه المرة أمام عدد من الصحفيين أطل مديرها في قطاع غزة توماس وايت مستطردا في حديثه عن تأثير الأزمة المالية وانعكاساتها على أصحاب المنازل المدمرة ورواتب موظفيه والمساعدات المقدمة للاجئين وتعليق الآمال على مؤتمر دولي في 16 من هذا الشهر في بروكسل بحضور المانحين. هنالك 800 عائلة دمرت منازلهم بشكل كامل. نحن نعمل الآن مع المتبرعين لتوفير الميزانية اللازمة لدعمهم، لكن حتى الآن لدينا متبرع واحد ونحن في نقاشات مع متبرع آخر، وحاليا نواجه وضعا ماديا صعب ومشكلة في تغطية رواتب موظفينا للشهرين القادمين. قلق الأونروا من التحديات التي تواجهها لا يعفيها من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين حسب مراقبين، وطرق أبواب المانحين بقوة وتوفير أمان مالي عربي ودولي يدعم استمرار خدماتها. أزمة الأونروا هي أزمة مركبة، وبخاصة أن هناك استهداف مباشر لقضية اللاجئين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الأونروا يجب أن تعمل بشكل مكثف من أجل جلب المزيد من الممولين لبرامجها المختلفة، وبخاصة تلك البرامج التي تستهدف الخدمات الأساسية في التعليم، في الصحة، في الشؤون الاجتماعية، بما يعزز من صمودهم. لم تكن أزمات الأونروا حديثة اليوم بل منذ سنوات، وانعكست بالسلب على كل ما تقدمه للاجئين في كل أماكن تواجدهم. صعوبات وتحديات جمة تعاني منها الأونروا، المتضرر الوحيد منها هو اللاجئ الفلسطيني في قطاع غزة الذي ما زال يعاني من ويلات الحصار وتداعياته. محمد دعور، الغد، غزة، فلسطين.